جولة ميدانية في النقاط التي تحررت بعد معركة فجر الربيع التي بدأت بتاريخ 28/1/2014 والتي استدعت نقاط الكتيبة 320 مشاة التابعة للواء 61. النقطة الأولى التي تم تحريرها بعون الله تعالى بتاريخ 28/1/2014 هي مقسم بلدة قصيرة. هذا المقسم كانت تتواجد فيه قوات النظام وعناصر أمن. تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى وقتل جميع الجنود الذين كانوا فيه. كتبوا الكتابات عن صمودهم، ولكن الحقيقة وغدوا مقبلين والحمد لله تعالى. انظر إلى كتاباتهم الطائفية، دمر أيها الصاروخ كل المساجد فنحن أسود ذاك الرئيس الخالد، إنه ليس بالرئيس وليس بالخالد، وإنها كتابات الجبن. القنيطرة الريف الجنوبي، حاجز سويسة المعروف بحاجز أبو حفيظ. الله أكبر، حاجز سويسة، تحرير حاجز سويسة، تحرير حاجز سويسة. السلام ورحمة الله، تحرير حاجز سويسة، حاجز بلدة سويسة ريف القنيطرة الجنوبي بعد تحريره على أيدي المجاهدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه هي أماكنهم، أماكن تواجد الجيش الأسدي الخائن. النقطة الثالثة التي تم تحريرها بعون الله تعالى في تاريخ 29/1/2014، هنا كان حاجز أبو حلاوة الحاجز المعروف في المنطقة. الحمد لله رب العالمين. تريه الدبابات لبلدة سويسرا التابعة للكتيبة 2030. وهذه رحمة الآليات التابعة للكتيبة. تم سحب دبابة من هذا المكان وإضاعها في مكان آمن 23 من هذا المكان. وهنا كان مستودع للأسلحة التي أصبحت غنائم للمجاهدين الأبطال. هنا كانوا يعيثون الفساد.
ومن هنا كانوا يطلقون النار على منازل الآمنين في القرى المجاورة. الحمد لله رب العالمين، تلك غرفهم وهذه سياراتهم. الحمد لله رب العالمين. قيادة الكتيبة في بلدة سميسر. الله أكبر. هذا المدخل الرئيسي، غرفة الحرس على المدخل، ويندحر الغزاة لأنهم على الباطل ونحن على الحق. مهاجع للجنود، كتب الكذب والدجل، كتب الخيانة والمؤامرة التي خدعونا بكثرة الكلام عنها. قيادة الكتيبة 22 مشاة التابعة للواء 61. ابتدائية سويسرا أيضا اتخذها الجيش الغادر بشمة له، وكانت تتواجد فيه مجموعة من اللجان التشبيهية. ابتدائية بلدة سويسرا. المسافات بينها قريبة جدا، بين كل نقطة ونقطة لا تتجاوز المسافة 30 متر. من هذه الزاوية تم نزع المضاد 14.5. تم إخراج الطلاب من هذه المدرسة. تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية يستخدمها إزلام النظام ضد الشعب.
هنا وجد المجاهدون قاعدة لصاروخ ميت. وهذه بقايا للمقاذيف التي تم إطلاقها. إلى زوال بعون الله تعالى. يكتبون الكتابات على الجدران، يدعون فيها حماية الوطن والرجولة، لكنهم كانوا أكذب وأجل من عليها. لقد هربوا كالجرذان، لقد خان الوطن وفتحوا نيرانهم على العزل وعلى أبناء الوطن. أداروا السباحة وهم على الجبهة مع العدو الصهيوني.